بنقول الجلسة الختامية في الأسبوع اللي احنا فيه النهاردة. حجم السوق الحمد لله فيه أرباح رأس مالية للسوق المصري، ممكن نتكلم في حوالي أكتر من 600,000 جنيه، هو على أساس إن احنا لسه في منتصف الجلسة، لسه في حوالي ساعتين في الجلسة، فأعتقد إن هو ممكن يعدي المليار إن شاء الله على نهاية الجلسة. بالنسبه للمؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 هو طبعا في ارتفاع ولكن بنسبه بسيطه جدا، هي حوالي 14% بحوالي 10 نقاط حتى منتصف الجلسه. شاهدنا في الاسبوعين دول في تحسن نوعا ما، ممكن نراجع لاستقرار اسعار البترول. الوضع الداخلي في مصر اصبح اكثر امانا واكثر استقرارا، خاصه ان احنا داخلين على نهايه العام، بنتكلم في ان شاء الله ممكن يبقى في الانتخابات البرلمانيه اللي هي قبل نهايه العام، وده بيؤدي الى وضع اكثر استقرار داخل نفوس المستثمرين سواء العرب او الاجانب ان هم يضخوا رؤوس اموال جديده ان شاء الله.